يا هلا ومرحبا، حياكم الله مشاهدينا. السلام عليكم. شو السالفه؟ شو السالفه يا جماعه؟ متفقين انا واحد يرحب بس انا اول واحد. تفضل بالنص. صح ولا لا؟ تفضل علي. انا ابراهيم الزعابي ما يقدر يبلع السالفه. تفضل علي. كل اليوم مضيع اشوفك صايم. لا عندك خلاص. صايم اليوم؟ كل يوم. خلاص كل يوم؟ كل يوم. الله يتقبل. حياكم الله مشاهدينا الكرام اليوم في حلقه جديده من برنامجكم واحد من الثلاثه، وطبعا واضح ان نحن داشين وملخبطين بين بعضنا. ومثل ما نحن ملخبطين بنلخبطكم. تفضل خالد. انا عندي انا مو ملخبط طبعا. اول شيء اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام عبر شاشه الشارقه الرياضيه، وحلقه جديده من البرنامج باذن الله ما راح نتاخر على المتسابقين، لكن عندي موضوعين مهمين جدا في هذه الحلقه يتعلق بالشباب، بعدين بقول لكم. سر الزعابي. يا هلا ومرحبا مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم. يوم جديد، مسابقات جديده، باذن الله كل من يشارك معنا راح يكون فايز. انا شخصيا قلت لك اساعدك في السؤال الثاني، اتوهك في او اساعدك في الاول، اتوهك في الثاني، في الثالث باي باي. اصبر اصبر اصبر، انا بساعد في كل الاسئله. يلا. كل الاسئله عندي وموجوده على راحتك. بس قبل لا اروح ابراهيم لفقره الاسئله والمتابعين والجماهير، يوم أمس لعبة مباراة كرة قدم، وأعتقد بأن هاي المباراة كانت أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم تحققت. المتصل تريان. خلينا نشوف المباراة. لقطة سريعة بتريان. طبعاً هذه المباراة أمس كانت في بطولة لعبها الزميل علي العليلي. كان موجود. وطبعاً فزنا. ما يحتاج أقول لكم. فزنا طبعاً. شفتوا يلعبون عليهم جول واحد. كم نتيجة لي؟ ترى واحد جول. 13-0. 13-0. لا لا لا. شوف شوف حزين، شوف حزين. حتى مبين 13 من شعره. راسم شعره أبيض. راسم على شعره بالجن. في واحد يانا حمد فني الصوت. يعني صراحة. حمد بعد لا ولف. حمد وياكم فني الصوت. على فكرة أنا ما أسمع حمد. يكلموني الشباب بس حمد ما أسمع. جد والله ما أسمع، بس يطالع شو المشكلة. بعد المباراة هذه المفروض كان يعني علي صراحة تعتزل. أنا اعتزلت خلاص، أعلنها رسمي. يعني كيف 13-0 مع مدرب الفريق يعني أبو تركي. 13-1 يعني جد والله كنتوا في الملعب خسرتوا علي 13؟ 13-1 سمعت. 13-1 خسرانين؟ زين الفريق الثاني ما فيهم رحمه. رمضان والله مفروض اسجل عليكم 5 وابدا السله فيكم لنهايه المباراه. عارف ليش خسرنا؟ ايه مكثرين المدرب وليد ما يحتاج مجندي وابو تركي جايبين لنا هريس، جايبين لنا غوزي و لا لا جد والله. والفريق الثاني اللي تلعبون اياهم عادي يعني كذا مستانسين عليكم للاسف. يقول لك حتى الفريق الثاني تخيل هم يلعبون 6 لعيبه، الفريق الثاني بثلاثه. لا ابشر 5-5 نلعب. على كل ان انا بروح بيكم. حياك الله. انا عندي مكالمات وايد عموما تريان. راحتكم بي وهارد لك. هارد لك. هارد لك. ما تقدر تقول 13 مره اقول له هارد لك. ايش كثر ما تقول له؟ حش يا اخوي خسران 13 سنه. مكالمه. السلام عليكم احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش حالك احمد؟ الحمد لله تمام. كيف حالك؟ احمد لعبت كره في حياتك؟ ايوه. اكبر نتيجه خسرتها؟ حمد هذا حمد ها كانوا ويانا. حمد تعال. حمد هو اللي صانع الجول اللي سجلناه. احمد اكبر نتيجه خسرتها كم؟ تقريبا 7-8. واذا واحد خسر 13 شو تنصحه؟ لا ما يلعب كوره كم. طبعا نحن ما بنلعب، بس اذا جهت عملك تباك تلعب لازم تلعب. شو بتسوي؟ يعني قصدك يعتزل 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 الكره صح احمد؟ هي صح. احمد سؤالك كالتالي يا احمد، في اي عام توجت الامارات بكاس العالم للبولينج؟ عندك فكره؟ لا والله في خيارات. كان بطلنا الاماراتي خليفه القبيسي، نوجه له تحيه. والخيار اللي بعطيك اياه واكيد مو بصح 1999. انا اقول لك 13-1. اقول لك شو 13 فني الصوت كان موجود اللي خسران 13-0. والله والله صراحه انا اقول لك 1988 يعني، بس ما اعرف كيف تشوفونها يعني. طلع النص الوالد يقول لي سمع. شو يقول لك الوالد؟ سمعنا الوالد النص.
والله دام والله الوالد موجود شلون الوالد انا اقول لك 88 دام الوالد موجود سلم عليه وانا اقول لك 88 ما باك تخسر انا بعد اقول 88 مع الوالد صراحه تمام نثبت 88 مع الوالد بس شرط طبعا الاجابه الصحيحه للوالد لذلك الجائزه لابد انها تروح لمنو للوالد اكيد اكيد صحيح. من المتصل اللي ويانا بس انا ما احمد كنت احمد احمد إيه؟ احمد يعطيك العافيه الله يعافيك تقول لك اكثر مباراه خسرت فيها 8-0 ايه ليش اخوي كنت تلعب في البيت يعني ليش ما قلت هالكلام عن هذا صاحبك اللي خسران 13 اذا المباراه مدتها 10 دقائق يعني معناته 40 دقيقه لا لا جد احمد 40 دقيقه يا جماعه الخير تخيل علي العليلي خسران 13-0 والله كثيره صراحه مش كثيره مش كثيره مستحيله يا رجل لا لو كانوا يلعبون سلم وخسروا 13 برايم 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 موقف مو بخالد ياس يجلب اي والله في موقف صاير اي كنا نلعب ترتان حلو وكانوا وياي اثنين من ربعنا حلو زين وخالد ويانا ياسين نلعب نحن والجماعه ساروا على الجول هجمه خالد جاي يقول شو الشيطان يلعب وياكم ما تلعبوا لي لا بس خالد والله حزين لا لا شوف يعني مبين من شعره صدقني انت كنت مدرب؟ ايه كنت مدرب في اليوم هذا؟ لا شافوه ما يقدر يركض طلعوه بدلوه عندهم 30 لاعب يغيرون يبدلون ما في فايده احمد لا اقول لك ابشرك في اثنين من اللعيبه جايين بلي جواتي حفاي احمد يعطيك العافيه والله شكلها وين وين اللقطه اتمنى انك تنصح علي بين بعضنا شو نسوي يا جماعه الخير بعد لازم اتمنى نتعود. انك تنصح علي اني بطل يعني. كره قدم والله يعني ياسي درب اكثر يعني يا اخي اذا قدرت تقنع يبطل كره قدم اعتبر نفسك فايز بال 1500 والله بطل كره قدم خلاص وينصح في كره السله ترى بتعطيني 500 من اللي عندك؟ اكيد خلاص يلا تواصل معنا احمد يلا بس انا السؤال اذا وصلت بخسر اللي قبل لا ال 500 ثابته عندك ثابته عندي حتى لكن اذا وصلت على ال 1000 ال 1500 ممكن تخسر وترجع لل 500 تمام اعطوه السؤال الثاني اعطوه السؤال الثاني بتواصل معنا اتواصل ان شاء الله زين سؤالك يقول عن فريق لا السؤال هذا من سنة 1986 86 نعم صح من 86 إبراهيم من مواليدك تفضل عندك السؤال في أي عام صعد فريق الجزيرة للدرجة العليا الدرجة العليا ليش أخوي مخلص الجامعة هو صعد لدوري الدرجة الأولى قصد الدرجة الأولى وأصبح يعني. بطلا منافسا متى صعد الجزيرة أنا أقول لك 1986 من مواليد ابراهيم ترى شو تقول متى صعد درجه اولى الجزيره ممكن يكونوا اللي جاتين ورا بعض يكونوا في النص سأل الوالد سأل الوالد ما شاء الله معلومات الوالد الوالد يقول في النص في النص روح مع الوالد اكيد تروح مع الوالد الوالد خير وبركه خليك دوم على شور الوالد اكيد الله يحفظ لك اياه انت شاك في الوالد والله المفروض الوالد يشل يا اخوي من لاس ويرقعك على راسه خليك في النص خليك في النص خلاص في النص ان شاء الله يلا تبتوله في النص يستاهل اجابته صحيحه طيب شو رايك الان تواصل معنا ولا تسولف ويا الوالد افضل لك سولف احسن والله الوالد يقول لي خلص بس انا حاب اجيب 1500 يعني عشان قسم انا والوالد على فكره قناعات الوالد مهمه خذ تجارب اكثر منك في الحياه وقال يعني لك لا تطمع عشان ما ترجع للخسارة حتى احمد كله اسمع كلام الوالد ابراهيم الزعابي خلاص تمام كلام الوالد نوقف ياك الله يا هلا ومرحبا والله يعني يحفظ لك الوالد يا احمد الرجال الكبار اللي مثل ابراهيم الزعابي ترى خير وبركه اي نعم يعني تخيل يعني احنا يعني نقول عشان نقول لك هذا نحن يوم نسلم على ابراهيم نحب على راسه شباب انا اتوقع انكم مجهزين فيديو ما اعرف والله الفيديو عني انا ولا عن خالد بس اعطونا اياه يلا خلينا نصبر من المتصل لا 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 ما بالحين بعد السلام عليكم اكرم السلام عليكم اكرم ايش حالك والله بخير الحمد لله اكرم تعطيني بس ثواني من وقتك الثمين ان شاء الله حاضرين شوف بخبرك قصه الحلقه اللي طافت واحنا طالعين من البرنامج هذا في واحد كان وايد مستعجل
وايد مستعجل بطريقه انه حتى يعني دعم العمود كسر الباركنات يا رجل وبهدلنا ولعوزنا ونضرب في المثل ان ريال عود. خلنا نشوف الفيديو اكرم بعد مصورين الفيديو خلنا نشوف الفيديو لا حول ولا قوة بالله. الزعابي طبعا طالع سيارته وما ادري ليش مستعجل ودعم هنا الزعابي طلع بسيارته زعلان يعني يوم بتدعم لازم توقف عشان الشرطه تي وتخطط الحادث. اكرم يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك استاذي. شوف اكرم انا اطلع ابعد واحد فيهم اسير راسه. شو ذنب الباركن؟ الباركن شو ذنبه يعني حتى لو ساكن في السلع؟ لا هاي سيارته صغيره لو سيارته كبيره شو بيسوي؟ وانا بخبرك بخبرك اكرم بس عشان تعرف المعلومه. انا الحين كملت عندهم اشتغل في الشارجه الرياضيه 8 سنين. اوكي. 8 سنين اقسم برب العالمين ما حد عزمني منهم. يلا تفضل. انا عزمتك. اقول لك بعد بدعم الاوادم نوديه ابوي شوف نحن اسمع عقب اكرم عقب البرنامج احنا الزعابي ترى نربط له هني عقب البرنامج نوقف هناك شارع الشيخ محمد ونطلقه. خلاص. حياك الله يا كرم. حياك الله. يعطيك الصحة والعافية. الله امين يا رب. اكرم بنعطيك السؤال الاول وسؤالك بيكون عند خالد حمادي. حاضر يا اكرم. واكرم نبغاك تكون كريم معنا في الاجابه عشان نكون كريمين معك في الجائزه ان شاء الله. ان شاء الله لنا يعني ان شاء الله. تفضل قول. شو السؤال؟ شو السؤال ان شاء الله. عدد مرات تاهل المنتخبات الخليجيه لكاس العالم، تعرف كم مره؟ 12 مره. السعوديه تاهلت 5، الكويت 1، الامارات 1، سلام 7. زين السعوديه السعوديه 5، الكويت 1، الامارات 1. لا لا بعد 7. انا المنتخب العماني مرتين. امورك صح. والبحرين مرتين. انت تمام. لا لا 12 البحرين 7. السعوديه اكثر السعوديه اكثر مره ما بهني لا مرات مره وقطر 7 صحيح. تعرف البحرين كم مره تاهلت؟ ولا مره. كفو ما شاء الله عليك. 7 مرات هي الاجابه الصحيحه. رياضي يا اكرم ما شاء الله عليك. الحمد لله. طيب اكرم بتواصل معنا وياكم. مبارك لك ربحت ال 500 وسؤالك القادم عند علي العليلي. سؤالك يقول تفضل. ندري انها 36 السؤال. لا لا موجود شي ابراهيم الزعابي تحيدوني. انا موجود الاسئله اليوم موجود عندي. كم مره استضافت دوله الامارات دوره الخليج العربي لكره القدم؟ 5 مرات. اول مره استضافت. عطني اياها بالسنوات. احنا نبغي بالسنه وباليوم والتاريخ والساعه. انا افضل لك سكر. لا لا انا اقول لك سنه 1994 واحد. والجو كيف كان؟ 2000 نصيف 2007 لا رطوبه ما شيء 2 طيب صح و2012 3. كل معلومات غلط ترى. انا اقول لك 3 مرات. انا متاكد انها 5 مرات. وانت 3 مرات. شوف اقول هي 3 4 3 مرات قبل الهجره ومرتين. لا 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 خليك وين. ثواني 4 4 4 4 4 4. لا لا 4 مرات. انا اقول لك 3 اكرم. 3 4 4 4 بتوكل. لا 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 بثلاث ما باكش 3 ان شاء الله. عطني 3 مرات. سنوات والله ما ادري سنوات كثير. انا الوحيده الجول اسماعيل مطر. بس اسماعيل مطر 2007 غيره 2007 عقب اسماء هدف زهير بخيت 94. لا لا ايه كيف روح على 3 مرات وامورك طيبه ما عليك السؤال. أنا بس متاكد 4 مرات. كم مره؟ متاكد من معلومات. 3 مرات. روح على 3 مرات. انا متاكد اكرم انها 4 مرات. متاكد من معلوماتي. لا لا 3 مرات. اقول لك 3 مرات توكل على الله يبقى يضيعك ان شاء الله. يا رب يستاهل 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 يستاهل. هذا بس يحب يشمت في الناس حتى اجاباته غلط. فريق خسر وفريق فاز ووعد دعم العمود. اكرم الله العظيم يعني ما ادري ليش شو بيك. بتواصل معنا ان شاء الله. انا كنت متاكد يا رب معلومه. طيب انت اذا بتواصل معنا حتى الان اجاباتك الصحيحه كانت عند ابراهيم وعلي. الاجابه كلها الاجابات الصح كلها عندي. لازم الاجابه الثالثه
انا شخصيا لا تاخذ مني شيء، تمام؟ عند خالد. خلاص يلا روح تابع الصورة وبنرجع لك. صبر صبر الريال يمكن يبين ينسحب يا جماعة الخير. بيواصل الريال. ما بتواصل أكرم؟ الله وياك إن شاء الله إن شاء الله. يلا روح تابع الصورة. يا قوي والله والله إنك قوي. تابع الصورة. واحد اثنين أو ثلاثة. أكيد مو بواحد، أكيد لأنه مستحيل كرة وراهم صح؟ بس وأكيد مو باثنين لأنه مستحيل ثلاث ثلاث. هذا اليوم انا متاكد 300%. هذا اليوم راموس دعوا عليه لين لعت كبده، مصر كلها دعت عليه. ما محمد صلاح 100 مليون اي يعني راموس ومحمد صلاح اليوم هذا تخيل 100 مليون دعوا على راموس. انا كنت اطالع المباراه اصلا هاي إيه؟ انا متاكد انه ثلاث، متاكد يعني 100%. هذا اسهل صراحه تبغى تصدق، هذا اسهل سؤال ان شاء الله بيكون الاجابه رقم 3. اكرم اصبر اصبر اكرم خذ راحتك لان عندك 15 ثانيه ترى. اذا جاوبت الاجابه الصحيحه بتروح لل1500، اجابتك خطا بترجع الى ال500. ركز الوقت شغال عليك. واحد اثنين او ثلاثة شو تقول؟ عطوا الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه رقم 3 وتوكل على الله. ثلاثه ثبتوا لي على ثلاثه. ايه وتوكل على الله. يا سلام يا سلام. قلت لك الاجابه الصح عندي وانا كنت متاكد منها وقلت لك مكان الكره ثلاثه لأنه مستحيل وراء ومستحيل تحت. ما شاء الله خالد كيف تحلل شيء انت؟ ما شاء الله بالمنطق بالمنطق ما شاء الله للأمان... انت ذكي انت. للأمانة أكرم عجبني شيء فيك. تفضل. يعني لما اقول لك ان ما راح نكون معاك في الإجابات يعني كان ردك جميل باذن الله. الله معاي وبكمل دائما ان شاء الله. التوكل على الله في كل خير وفي كل خطوة وتستاهل الجائزة يا أكرم، وحظ ان شاء الله دائما موفق في قادم المشاركات في كل البرامج. الحمد لله. حياك الله يا مرحبا يا كرم. بعد مستمر مستمر دانا تبي تتصل. اكرم بتشارك. عبد الرحمن من ابو ظبي. سلام عليك بعوف. ها دانا علي هي تبي تشارك اتصل بدانا. والله عبد الرحمن عبد الرحيم اتصل بدانا علي. الو لا تعرفون ليش سالتني سؤال. يلا عبد الرحمن ايش حالك؟ سلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله شرفك الحال. اسمح لنا شوي بس نسولف بس ونرجع لك. الامور طيبه. قول لي يا اخوي انا ما متصل اسمع سوالفكم يا اخوي. ما ادري فوزني. لا عبد الرحمن كم رساله طرشت عشان تدخل البرنامج؟ ثاني مره طرشت. ثاني رساله لانه في وايد مثل المشاهدين والمتابعين يقول لك انا طرشت وايد رسائل. ترى في النهايه هو كمبيوتر. انت بحظك اذا مصلي العصر بتدخل يانا يختار. الحمد لله. يعني انا اقول لك عبد الرحمن انا متاكد 100% لو الزعابي طرش 10000 رساله ما يدخل. ليش؟ ليش؟ حظه والسماء قطع. عبد الرحمن ما يباله ذكاء. قول لي كيف بيتصلوا له بارك الله فيك وهو يقدم البرنامج؟ يعني لو فكر في يوم من الايام يعني انه يشارك يعني وضع صعب. لو فكر لا عادي يتغيب يوم والامور طيبه. إيه لا لا برنامج. ممكن اموري طيبه ما يهمك. ممكن صح. بتواصل معنا ان شاء الله طبعا في السؤال اللي راح يكون أكبر وفد رياضي على مستوى الدولة شارك في أي دورة؟ أولمبياد أثينا متأكد. هل الدورة العربية التاسعة؟ لا لا أي دورة عربية تاسعة. شو تقول أنت؟ في أولمبياد أثينا متأكد. أنا أقول دورة الخليج العاشرة. في الأولمبياد تعرف كم واحد راح؟ كم؟ 5000. أنا على نفس شخص. المبدأ مستحيل دائما السؤال يعني الأول أساعدك. أنا أقول 3000 شخص. أنا متأكد من أثينا. لا 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 3000 شخص أقول لك. لا الدورة العربية التاسعة. لا شو أنتم تضيعون فيها؟ 9000. 9؟ هي ما أعرف. أنا اللي أعرف أن أولمبياد ممكن أحسب لك إياهم واحد واحد أقول لك إياهم بالسنة. قول عادي ما ورانا شيء. ما مخلص ما ورانا شيء. شو تقول يا عبد الرحمن؟ أنا أقول لك واحد. وأنا أقول لك واحد. أنا أقول عشان الجول الأمس. أنا أقول اثنين. ضيعتوني يا جماعة الخير. عبد الرحمن واحد خليك واحد توكل على الله. واحد. عبد الرحمن اصبر. لا 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 عبد الرحمن واحد. اصبر عبد الرحمن أنا ما أبغيك تخسر ترى. يلا ثبت على واحد. اصبر خلنا. يستاهل ثبتوا لي. يستاهل متأكد يعني؟ متأكد ما في مجال.
ما اعرف انا ما كنت متاكد، شاك شويه ما حسبتهم. عبد الرحمن بتواصل معنا؟ اي بواصل وياك. سؤالك عن خالد الحمادي. عبد الرحمن بس ركز اوكي؟ من وين تكلمنا عبد الرحمن؟ من ابو ظبي من بنياس. يا هلا وسهلا بك ومرحبا باهل بنياس. عبد الرحمن الحين بدل ما نعطيك السؤال الثالث نبي منك قصيده. قصيده؟ ما عندي قصيده. لا حول وهقتني. خير لك الزعابي الزعابي. طيب شوف، خير لك قلنا بيت شعر. بيت شعر ابو عوف، يا قصيده يا عصيده، اختار واحده من الاثنين. عصيده. عصيده والله بس وصلت عيال. اي بس توصل اليوم قبل المغرب. انا طالع اخر مره دعم العمود، اليوم اخاف ادعم البوابه كلها. خاف يدعمني يا ريال لو طالع من كثر ما هو مستعيل. زين عبد الرحمن سؤالك الثاني. سؤالك الثاني صح؟ ايه الثاني. اعطوا سؤال سهل يا جماعه الخير، تبون تخسرون الريال. خلاص روح روح سهل يا عبد الرحمن. روح شوف الصوره، شوف الصوره، شوف الصوره، تابع الصوره وبنرجع لك. يلا شو السؤال؟ رونالدو البرازيلي او ادريانو؟ ادريانو او رونالدو؟ مو متاكد. خلينا نشوف. رقم 14 رونالدو. 14. ادريانو. ادريانو 14. طيب انا ما عندي السؤال فخلني استعين في علي. علي ما شاء الله عنده 700 كرت. فيرون. فيرون لاعب ارجنتيني. لاعب بارما والانتر وتشيلسي ومانشستر. انا ادور مو بلاك بالسؤال يا جماعه الخير. فيرون انا متاكد. فيرون. 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 شو تقول؟ نعم شو تقول يا عبد الرحمن؟ فيرون. اتوقع فيرون. فيرون تتوقعون فيرون؟ ايه لان سافيولا ما لعب برازيلي وتشيلسي طبعا. أوكي. استبعد باتيستوتا ومانشستر يونايتد. ايه. استبعد انت ما بين فيرون. فيرون لا مستحيل سافيولا. فيرون. 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 ايه يلا ثبتوا له على فيرون ونشوف. يا سلام اجابتك صحيحه. انا اعطيت الاجابه صح. بعوف بتواصل ويانا؟ لا لا نكتفي خلاص. تكتفي؟ ايه حياك الله يا بعوف. تبون تخسرون الصورة ولا الصورة القادمة كنت بتخسر للأمانة. تبون تخسرون المتصل يعني ما يصير لا قصيدة ولا ساقو. على فكرة أنت موجود إبراهيم الزعابي هنا أنك أنت تعطي معلومات صحيحة. صحيح. ليش تعطي معلومات غلط؟ شوف السؤال الأول 88 إجابتي كانت صحيحة، 86 صحيحة، 7 مرات صحيحة، 3 مرات صحيحة. أي أهفك بالعقال على ظهرك؟ لا لا اتصلوا بدانا علي. تعرف شو كانت تقول لي؟ نعم سألتني بابا انت وين بتصير؟ قلت بس الدوام. قاعد لا تصير الدوام سرحوا. يلا تفضل. هاي بنيتين ترى اخاف هاي ملقنين هالكلام هذا. الله يحفظها ان شاء الله. يا رب أنا ما لهلها ويحفظ ان شاء الله عيالك وعيالنا ان شاء الله. متواصلين مكالمة جديدة يعني شو السالفة؟ هاي خطة من الام. خطة من الام. لا بعد في مرة قالت لي منو معنا شباب؟ صاير النادي. قالت لي لا تصير النادي. شباب منو معنا؟ نرجس سلام عليك يا نرجس. نرجس سلام عليكم. ترى من كثر ما تسولف الزعابي البنت ملت بندت. اي والله زعلت. نرجس الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا نرجس؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. قبل الله طاعتكم. منا ومنكم صالح. مسوين على الفطور نرجس؟ مسوين فريد ومسوين هريج. انا بيجيكم فيها. نعم. هذا كله ما شاء الله اليوم عندكم على السفرة؟ إن شاء الله. طيب الطرشي لنا طال عمرك فطوركم وتستلمين الجائزة بدون أي سؤال. إن شاء الله. إيه ما نبغى إن شاء الله كذي بس على الفاضي. فالك طيب. ما تقصرين فالك ما يخيب. وين تكلمينا نرجس؟ أنا من دبي. من دبي والله ونعم. فطور العافية إن شاء الله ولكن بإذن الله إنك بعد بتفطرين في بيتكم من فطوركم وبتفوزين إن شاء الله من جوائزنا. إن شاء الله. تابعي الفيديو عقب عند خالد الحمادي. سؤال بس تفضل ابراهيم. فضل. تعرف شو يعني اسم نرجس؟ نرجس نوع من انواع الزهور ولا انا غلطان؟ صح. انت تعرفين ان حتى خالد نوع من انواع الزهور؟ خالد طال عمرك. انا اقول لو نشوف الفيديو ابرك. المعنى الصحيح يعني. لغويا خالد اللومي اليابس. شفتي اللومي اليابس؟ هذا خالد. يلا نتابع نرجس الفيديو. تفضل يا نرجس شوف الفيديو. وبنرجع لك. حياك الله. حياك يا نرجس. وي حيا بنت عن البنت. ايه حياها على سبتمبر. يا سلام.
نرجس ابوي مسوين يقول لك فريد ومسوين حريس. لا بس السؤال مش عنه. كاس العالم 94 المانيا كاس العالم 94 المانيا و السؤال يقول يا نرجس واسبانيا في اي دقيقة سجل هذا الهدف؟ عاد لا 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 مو من دقيقة من سجل هذا الهدف. نرجس كم عدد الجمهور؟ نرجس مستر يورجن مستر يورجن تسمعين نرجس؟ اسمع اسمع نرجس ترى انت شو يسمونه انا وانت من ضمن قائمة الورود الاسماء فانا بعطيك الاجابة الصح. يورجن كلينزمان اللي سجل الهدف اسمه يورجن كلينزمان. الاجابة الصح عندي لا تسمعين. خالد ابراهيم شو الخيار الاول؟ انا اقول لك يورجن وانسي كل الخيارات امورك طيبة. مايكل بالك بس مايكل بالك كان يلبس رقم 13 يورجن. هي ما جاوبت هي ما جاوبت جاوبنا عنها. لا لا هي جاوبت بس تستحي يعني نرجس جاوبت بتروعين يا ابوي طالعين خالد الحمادي ما تبين تروعين؟ لا انا اعطيتك الاجابه الصح. شوفيني انا ما بتروعين انت طالعين خالد الحمادي المفروض تقرين المعوذات عقب تتصلين. لا لا انا اعطيت الاجابه الصح اصلا كل الاجابات الصح عندي. نرجس مواصله معنا؟ الحمد لله لك يا رب مواصله ان شاء الله. مواصلة اعطوها السؤال الثاني. خالد الحمادي عندك السؤال. نرجس شو تبين سؤال صورة فيديو؟ صورة. والله تبى صورة؟ أول مرة حد يطلب صورة صعبة ترى. على فكرة ترى المعد هزبه قال له مش على كيفك أنت تخير المتصل شو تبغي؟ اسأل السؤال اللي قلنا لك إياه وفكنا. يلا سهل. فقير مسكين ما أدري يعني. أسئلة سهلة إن شاء الله. ما سمعت. أسئلة سهلة إن شاء الله. أكيد كل الأسئلة سهلة نرجس بس يبالها تركيز ويبالها واحد عنده يعني سرعة بديهة. صحيح. مركزة معاكم. مركزة تتابعيني عبر شاشة الشارقة الرياضية؟ يومياً. يعطيك العافية مشكورة ما قصرتي. أنا ترى عندنا ثلاثة أيام في الأسبوع الحين. المهم أول مصري تم تسجيله كلاعب محترف في الدوري الإماراتي. أنا أعرف اسم أبو عثمان بس ما أعرف اسمه. عثمان اسم ابو عثمان. كيف عثمان اسم ابو زكريا؟ انا اقول اسم ابو عثمان. لا السؤال الخيار الثالث هو يقول لاعب واول مصري شيرين في الدوري الاماراتي. شيرين ابو النور منو؟ اي والله شيرين ابو النور هاي وين يبتها. لا لا كان في لاعب يلعب عندنا اسمه شيرين. شيرين؟ ايه والله. لا جد جد يعني في اسم شيرين ذكى. ايه في شيرين وايد في مصر بس مو مد ربك ما سموك شيرين والله. تسويت 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 عادي عادي. السير الجوازات يقول عندي ولد ايه تفضل طال عمرك ابغى اسميه تفضل طال عمرك شيرين اشوف صورته. لا والله كباب ناشف ما اسميه هذا. هذا جشيد مو شيرين. نرجس نعم نرجس خلي اسمع انت شو شاك شو اللي جاب اللي ممكن تكون قريبه مشير عثمان. مشير عثمان امورك بتكون كذي. انا سالت مو تساليني بتكون امورك كذي صدقيني. ها شو تقولين مشير عثمان؟ نتوكل. يلا ثبتوا له على مشير عثمان. ثبتوا له على مشير عثمان تستاهل. نرجس مواصله ولا بتودعين؟ بكمل ان شاء الله. نصيحه ولا تكمل تكمل تكمل. لا يلا كملي ما في مشكله. ترى بقول لك شيء نرجس ما في حواليك حد العائله شيء؟ اي وحده عندي وما تعرف شيء بالكره. عيال اقول لك انسحبي السؤال جاي صعب. قالوا صوره بيبون يخسرونك. جرب حظها ترى على فكره نرجس يعني يوم علي صار يلعب مباراه كره صار واتصل بالتلفزيون وياب جمهور لا ولا من الناس كلهم حواليه. تجمعات ممنوعه يعني عائليه؟ لا ما في عائليه عائليه عادي. لا بس السؤال من اللي صوركم علي ومصورين انفسكم يعني فرحانين من نفسكم قوي يعني خسرانين 13 ومصورين نفسكم مبروك ترقدون خمس ايام في البيت ما تطلعون. للاسف انا ما كنت بداوم اليوم. نرجس بس عبد الرحيم هددني. اعطوا اعطونا انا بسالت سؤال سهل. السؤال الثالث بيكون لك سؤال سهل دام انك متابعتنا. كم خسر البارحه علي العليلي؟ 13-1 13-1 لا قولي له فرحان في نفسك يا اخويا. نرجس ايوه متخيله الروح الرياضيه اللي يتمتع فيها علي؟ ايه
خسران 13-0 وياي يقدم البرنامج. لان تهموني انتم تهموني. لا لا انتم مشاهدين تهموني، انا عارف البرنامج هذا ما يمشي بدوني. اي لكن خسران 13-0 ما حد بيتصل على البرنامج. يجاب الوي يقول له وياك خالد. انا ادري. يلا نتابع الصوره، اعطيني الصوره نشوف. نتابع الصوره ونشوف. دخل علينا واحد قال لو السعودونو. سيارة أي فريق في بطولة الفورمولا 1 هذه؟ سيارة مرسيدس. فريق ريد بول أو فريق مرسيدس أو ألفا، والله ما مايكل شوماخر. شو تقولين؟ صبر ما أعطيناها الإجابة. واحد اثنين أو ثلاث؟ اثنين. فريق مرسيدس. فريق مرسيدس وهي الإجابة الصحيحة. يلا ثبتولها. إجابة صح. يا سلام يا سلام عليك. مشكورين مشكورين. استاهلين. حياك حياك الله يا نرجس. حمد السلام عليك. حمد يا هلا ومرحبا. أبو شهاب. هلا والله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. صحتك طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله. أمورك طيبة؟ كل شيء بخير الحمد لله. اجواء رمضان ان شاء الله طيبه معاك؟ الحمد لله دائما وابدا. بس اخلص احصل 1500 واروح امشي ان شاء الله. بتحصل 1500 وبصير تمشي؟ زين شو رايك انا امشي بدالك وتعطيني 1500؟ فكره بعد. انا بمشي بدالك عادي. صح. يعني انت نفس ابراهيم الزعابي تلعب كوره قبل الفطور؟ والله نعم ألعب قبل الفطور ألعب صراحة. يعني أنا بقول لك القصة. إبراهيم الزعابي يلعب قبل الفطور كورة صح؟ نعم. لكن يصلي على كرسي. أبغى أفهم كيف يعني ما أدري. حمد ادعي لي ادعي لي بالصحة والعافية. بس الله يهديك أنا أدعي لك بالهداية مو صحة بس. حمد. هلا. حمد يعني أنت الحين متشرح علينا بتصل لنا يعني مثلا؟ ما ادري تحس انك احنا طالبينك يعني بالاسم يعني حمد ما يصير. لا يا تسمع سوالفكم والله. ايه لا لا بمشي بصير امشي فكوني. اعطوا سؤال اعطوا سؤال. سؤالك سؤالك يقول خالد سؤالك يقول حمد. لا لا قبل ما تسال. اول سباق هجن اقيم في الدوله في اي عام؟ 1947 وانا متاكد من المعلومه لان الزعابي كان حاضر. 57 47 حمد ما بهذا سؤالك. هلا. ليش سؤالك ليش؟ شو جمع بعير؟ نفس الشيء نفس السياق. بعران. صحيح. لا 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 ولا؟ لا 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 ان شاء الله. 1947 انا متاكد. انا اقول لك 1967. 57 يا اخويا. يا جماعه الخير 57. انا مع الزعابي دام انه كان هناك هو من وين موجود كان. على وجهي ذا بس في السؤال الثاني. اعطوه 57 يستاهل. يا زعابي موجود يعني انت معترف ان ابراهيم الزعابي كان حاضر صح؟ يلا يستاهل يستاهل. استعينوا استعينوا على الرجال مستعيل. بس يمشي سامحنا عاد ناخذ بوقتك يا حمد. يعذرنا والله. سؤالك الثاني طال عمرك كالتالي. اين اقيمت شو السؤال الثاني؟ صوره صوره اعطوه صوره. اعطوه صوره خليه يخسر قصدي خليه يستمر. يلا تابع الصورة وراجعي لك. في أي ملعب التقطت هذه الصورة؟ سهل ملعب برشلونة. في أي ملعب استاد القاهرة الدولي التقطت هذه الصورة؟ ملعب برشلونة. لا لا البرنابيو الجديد مالهم. وجهة نظر صراحة في القاهرة لا ما أتوقع. أنا متأكد إن ملعب البرتقال. شو تقول الغالي؟ لا لا معروف ملعب القاهرة هذا. ملعب القاهرة؟ اي نعم. يلا ثبتولة على القاهرة وشوف. زكريا زعل ليش هالمسمى. اجابتك صح يا حمد. السؤال اللي بعده ولا خلاص؟ قول له بسير امشي مش فاضلكم. لا لا خليه يستمر خليه يستمر حمد. انا احس تبون تخسروني. لا 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 ما بخسر. شوف انا قلت لك بخسرك بس انت وحظك. صح الحين الاجابه مو بعندي عند علي حمد. لا مو بعندي عند المثير. السلام بالالف وسير امشي. لا لا بيستمر لا تستوي يا حمد ما يسوى عليك شاطر تمشي وانت متضيق. حمد كمل ما عليك ما عليك. منو اللي يقول استمر؟ الزعابي. انا اقول لك لا تستمر. انا اقول لك استمر.
بصراحه. زين يقول لي استمر يلا بتوزني يعني؟ هاي لان ايش يسمونه سهل سهل. هذا ويهي اذا فوز خالد حمادي. عطوه عطوه السؤال. يلا تابع الصوره. ما قال بيستمر وشوف. ما قال بيستمر اصبر. صدقني سهله. رقم 3 متاكده. واحد اثنين او ثلاث. لا انا اقول لك واحد. شوف الهدف لكريستيانو رونالدو في نهائي دوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس. لا شوف بونوتشي وين يطالع الكوره. يلا تايمر شغال. انا متاكد انه ثلاث. واحد اثنين او ثلاث. شو تقول بشهاب؟ رقم اثنين. رقم اثنين متاكد؟ اي قاعد اتفرج. ثبتوله على رقم اثنين. وسير امشي ابو شهاب. رجعت الى 500. لا 1500 تستاهل. تستاهل يا ابو شهاب. حياك الله يا حمد. اي والله حمد. تعرف داخل وهو واثق من نفسه. هي. قال اخوي يلا اعطوني 1500 بس يمشي تراني مش فاضلكم لهمان يعني. مكالمه جديده. مكالمه علي. سلام عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا علي؟ الحمد لله والله. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اول حاجه عايز اشكركم على البرنامج الجميل ده بصراحه. عاملين جو هايل. الله يخليك. بصراحه حاجه ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه انتوا الثلاثه بصراحه يعني. الله يخليك. يستاهل علي. يستاهل 500 من البدايه. انت تحب دائما يعني الفكاهه وتحب تضحك يعني شوي. طيب ممكن بس تثبتوا لي الكاميرا على علي العليلي. اقول لك شيء زعابي. الشعب المصري الشقيق اصلا شعب ضحوك ودائما مبتسم. طيب كلهم يقولون لك كل طالما انت طيب. تحب الفكاهه ممكن الكاميرا على علي العليلي شباب بروحه. تخيل ان هذا الرجل خسران 13-0. يا رجل كانوا بيلعبوا ايه يا رجل بيلعبوا ايه هي لا والله بيلعبوا ايه ايه يا علي يا عم ده انت لو بتلعبوا بيليا مش هتخسروا 13-0. شوف هي الخساره وارده يعني. لا منتخب منتخب لا ورايح البرازيل خسر من المانيا 7-0. شو المشكله صح ولا لا؟ منتخب برازيل علي ما في فايده ترجع له والله. انا حاولت للامانه بس صعبه 13 كثير بصراحه كثير مش كثير وهايل كمان. واحد نقول ماشي اثنين ماشي يا راجل اخسر 5 يا راجل. السؤال السؤال حارسهم فين؟ لعيبتهم فين؟ وين كانوا يعني؟ لا لا ده انا بصراحه شفت الاهداف اللي دخلت في الحارس. لو حارس بانك هيسرق والله. انت تعرف شو المشكله علي؟ ان لو انسحبوا من المباراه النتيجه تعتبر 3-0. بنسحب الله اكبر. انا ادري بنسحب 3-0 احسن من انت موظف خالد تنسحب من البرنامج. انسحب لا انسحب والله انسحب علي. لا 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 ما تنسحبش. من وين تكلمنا يا علي؟ انا مش شرق. طيب وكيف اجواء رمضان؟ العائله معاك ولا انت مع اصحابك؟ لا والله انا لحالي مع اصحابي. مع اصحابك. تفضل علي. انا متاكد انك مش راح تكسب معانا. بس ليه بس كده؟ ايه الفلده؟ ايه الفلده؟ انا وانت نعرف. عرفت منو؟ انا وانت نعرف ليه مش طيب. حتكسب. عرفت منو؟ طيب بنعطيك السؤال الاول علي. اقول لك المباراه الجايه بكسبك يا كابتن. انا عرفت الصوت ترى. هذا الشخص اناني في كره القدم لذلك ما راح تربح يا علي. وحنشوف حنشوف يا علي. لا لا حتكسب حتكسب امزح معك. لا انت طيب الله يكسب. السؤال رقم 40 انا بعطيك الاجابه مش السؤال. طيب تمام. زيد تمام. الاجابه ابو ظبي. تمام. اين اقيمت بطوله العالم للفروسيه 1998؟ انا اقول العاصمه ابو ظبي. انا اقول لك الذيد. انا اقول الذيد. الذيد 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 الذيد. انا مع ابراهيم. احنا اقول لك الذيد يا علي. امورك تمام. ناس تخسر في كره القدم تمشي معاها؟ انا مع ابراهيم. لا وخسائر ايه يا راجل؟ فضايح فضايح. يلا يستاهل ان شاء الله. ثبتوله على ابو ظبي. جابتك صحيحه. علي بتواصل معنا ان شاء الله. بتواصل اكيد ان شاء الله. طيب بيواصل بيواصل علي. خليك مستمر وقلبك قوي. السؤال القادم عندك يا علي. تفضل. في سؤالك القادم بيكون فيديو سهل عن حكم. يلا نشوف الفيديو. شاهدنا قبل قليل باللوحه الالكترونيه لحكم
الحكم الرابع في هذه المباراة. خلينا نعرف الحكم الصح أول شيء. الحكم القادم من المجر الذي أعلن باللوحة الإلكترونية بوجود دقيقتين بدل ضايع الذي أعلن عنهم الحكم الساحة. طيب هنا تدخل لاحظنا تدخل لاعب النيوزيلندي على ركز. المهاجم اسماعيل عبد اللطيف في اللقطة الماضية آسيوي ومباراة الإياب أمام نظيره السعودي. وإلى ذلك الحين مع صابت حكم المباراة فيكتور كاساي أطلق صابته على الستار بين مباراة الذهاب بين منتخب نيوزيلندا فيكتور كاساي الحكم الرابع في هذه المباراة منو كان؟ طيب إذا كان حكم الساحة فيكتور كاساي فنستبعد فيكتور صحيح؟ ماشي. طيب الان ما بين توماس وما بين كولينا حبيبي النظام في اوروبا مو كذي النظام في اوروبا الحكم الساحه اسم الحكم الرابع إيه هذا لما تلعب تيلي في الفريق لما تلعب تيلي 13-1 انا اللي اعرف ان الحكم الرابع هو الحكم الساحه فيكتور كاساي لا والاجابه قدامك واضحه يا علي منطقيا علي كولينا صعب يكون حكم رابع ايوه طبعا مستحيل صح ولا غلط طبعا يعني طبعا ما فيش مجال نروح على معناته السيد توماس معاك يا ابراهيم يا علي يا علي اصبر الله يهديك ما نباك تخسر نحن لا انا اقول يعني لا ممكن تصلي ركعتين استخاره وبعدين تجاوب والله يا كابتن خالد ان شاء الله اكسب شوف يا استاذ علي نظام الفيفا مختلف كان قبل الحكم الساحه اسم الحكم الرابع لا 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 ففي السؤال يعني خدعة معينة يقول له هذا فيفا بلاي ستيشن قول له ايوه فيفا بلاي ستيشن خلك على لا لا يلا شو تقول توماس انا بقول توماس يلا توماس وتبتول على توماس يا رجل متأكد توماس اي والله صح اجابتك صحيحة علي بتواصل معنا غلط يعني مش الحكم الرابع هو حكم الساحة والله انا ما حدش قال لي هذا لما تلعب في الفريج اتواصل معنا انا بكتفي ابراهيم لا لا يا علي لا لا انت ما خسرتش لازم تخسر راجل غنوع يا سؤال علي اللي خسرت انا عارف اللي خايف زعلان منه خسرت ابدا والله عزيز وغالي اخ عزيز وغالي امزح معك فقط انا بسالك سؤال وعلي لو كنت اخترت الاجابه الخطا بحولك على الصح حبيبي ربنا يحفظك يا رب جميعا قول له هذا لما تدفع لي من جيبك لكن لو كنت قايل الصح كنت بقول لك الخطا علي انت تتابع الكره صح طبعا نعم بسك سؤال انتم المصريين دائما عندكم في طريقه يسمونها في لعب كره القدم الخطط قصه طريقه المنفاخ شو هاي طريقه المنفاخ جديده لا جديده طريقه دي طريقه جديده دي واحد صاحبي اللي اخترعها هاي صاحبك مخترعنا طيب سلم لي على صاحبك وقول له بالراحه على المنفاخ ايوه علشان ما ينفخش كثير حبيبي يلا ان شاء الله حياك الله يا هلا جزاك الله خير مشكور على ما قصر مشكورون جزاك الله كل خير حياك الله تستاهل سلام على الألف درهم ولا أني واصل وياك صراحة خد عني فكرة سيئة والله هو الوحيد اللي يعرف الفكرة الصحيحة عنك صدق الثمانية والله يعني حرام عليك إبراهيم مش حرام علي الصراحة مشجعين قصدي المتابعين أو متصلين ما حد بيصدقني عقب لأن ما حد معاني قد ما أنا معاني في هالقناة ليش شفت الضيم يا راجل ها يعني حتى وأنا طالع من القناة مصورني تحت يا اخي المشكله انه وقف يا ابن الحلال دعمت حديد تراك انت اي بس ما عليك خلي يخبرك انا دعمت يعني موتري تعور حديد باركن لا مباركن تعال يوم بخبرك انت ليش مباركن بارك المدير مدير المدير انا والمدير يعني اصدقاء اقول لك صوروا الباركن ماله وطرشوا للمدير انا والمدير اصدقاء عادي يعني ما يصير المدير الحين يسيل البيت يقرا له قران ويشوف صورته وعيالك في الموتر بعد جدا والله لو يعرفون عن حقوق الطفل بياخذون عياله عنه يخلي عياله في السياره ويدخل يقدم برنامج يا اخي خلهم في البيت ما عندي بيت شو ما عندي زين نزلهم دخلهم داخل ليش ما الحلقه الجايه ان شاء الله اجيب لك اياهم ابراهيم وش لهم حقك قصدي لا يلا مكالمه جديده معنا محمد من الشارجه محمد سلام عليك سلام كيف الحال ابو جاسم؟ خير الحمد لله شو اخبارك مرتاح؟ مرتاح
وجاسم تمارس الرياضه قبل الفطور. اقول لك تعرف شو قال؟ ايه مرتاح ماشي حالك خليك لك شيء. ها مش وجاسم مقتنع. مش مقتنع يجاوب عليك. تلعب رياضه قبل الفطور؟ ايه تمشي ولا تركض ولا سيكل وشو الرياضه اللي تمارسها؟ امشي في البيت. تمشي يا تمشي في البيت. انا بعد اسوي رياضه انام قبل الفطور. تمشي في البيت؟ ايه ما شاء الله بيتكم كبير. انا بيت انا امشي شوي يخلص. يعني يلف يلف على البيت. لا تحسد الرجال بعد يلف على البيت يا اخي. هو صراحه من صوته تعبان من الحين. وين بعد يسوي رياضه؟ تو يبى يفوز عسى بيمشي. اوكي هذا شيء ثاني. يلا ابو جاسم سؤالك الاول عند علي العليلي. نحاول نرفع معنويته شويه. خسران 25-0. سؤالك يقول جورج سادلمان. الاجابه اقصد يعني جورج. سؤالك يقول مصمم كاس دوري ابطال اوروبا لكره القدم من هو؟ فعلا جورج كان مصمم. مصمم كبير يعني. لا 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 هو صغير يسمونه مصممشي. لا 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 جورج. جورج اسمه كارل فيليكس. كارل فيليكس محمد هو اللي صمم كاس دوري ابطال اوروبا. وعقب يعني هاي الكاس شايفنه الطويل اللي كذي هذا هو كارل فيليكس. الحين جورج ولا كارل فيليكس؟ والله شو رايك نجاوب عنك بعد؟ يعني انا عاطنك ال شو رايك نجاوب عنك محمد؟ انا اجاباتي متاكد منها. شو رايك اني بيتكم نحن نعيش ببيتكم وانت تي القناه؟ ما شاء الله بيتكم كبير تقول تمشي فيه تسوي رياضه. محمد نعم. اثنين كارل فيليكس واحد جود. محمد انا تعبان وعاطنك الاجابه في البدايه قبل السؤال وبعد تسال جود. جود يلا جود. لا لا اصبر 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 محمد اعطوه جورج يستاهل. محمد كم عمرك محمد؟ لاحظ شيء انت ترى ما تعطون المتصل كم عمره يتكلم انه يختار الاجابه الصح. كم عمره هو كم قال 12؟ ما اعرف والله. محمد كم عمرك؟ 12. خلاص محمد انا اسف عطوا الاجابه الصحيحه يا عطوا الاجابه الصحيحه. لا لا عطوا الاجابه الصحيحه. سؤالك الثاني محمد كالتالي كم مرة توج فريق الشارقة بكأس رئيس الدولة لكرة السلة؟ تسع مرات. تسع مرات. تسع مرات. من كم من يوم ما أخذ كأس؟ تسع مرات. تسع. فاز الأخيرة تسع. في على شباب الأهلي. أنت شرقاوي؟ إيه تسع مرات. إيه تسع مرات صح. إجابتي صحيحة. تستاهل. زين زين إحنا صبر خلاص عطينا الإجابة يعني ساعتنا ساعتنا مثلاً. حسسنا انك انت ساهمت في الاجابه بدل الزعابي. محمد سؤالك القادم سؤال نوعا ما صعب. انا انصحك ما تواصل لان الحين كان كل سنه عندنا السنه اللي طافت وكل حلقه يجينا المعد ويهزبنا ويقول المدير قال والمدير زعلان والمدير يقول لكم فوزوهم وربحوهم صح ولا ابو طلال؟ السنه المعد ما هزب حد. ما للحين ما اللهم اني صايم ينازع بس شويه ما ادري. لا بعدين ترى ضعف من العام أثر عليه ما أدري. يلا شو تقول محمد بتواصل معنا؟ ها محمد بواصل 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 محمد. سؤال جاي صعب. اعطوه الصورة وامسحها في وجه محمد. اعطوه الصورة. واحد اثنين او ثلاثة. اثنين 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 باينة اثنين. منو هاللاعب؟ لأنه حتى حاط يدي يبغى يمسك الكورة. شوف رقم اثنين. واحد اثنين او ثلاثة شو تقول يا محمد؟ ريال مدريد وليغاني صح؟ ها؟ ليغاني صح؟ يلا الوقت شغال عليك. واحد اثنين او ثلاثة شو تقول؟ أنا والله أتوقع اثنين. ما أعرف ليش أحس أنه اثنين. محمد؟ نعم. واحد اثنين او ثلاثة. محمد الوقت بيخلص. اثنين 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 ثبتوا على اثنين نشوف. للاسف يا محمد والله كنت حاصل انها ثلاثه. اجابتك خاطئه. يلا تفضل. ما في كره؟ هذا اللي قدرت عليه؟ وين الكره؟ وين الكره؟ راونا وين الكره؟ يعني حرام ما في كره اصلا بالصوره يعني ولا محمد. ثلاثه فعلا ثلاثه الكره ثلاثه. محمد رجعت الى ال 500 درهم.
كان المفروض توصل لل 1500 وتحافظ على ال 1000. سووا الاستثناء للاسف. والله يستاهل يستاهل. تابعت خالد الحمادي. انا ما اعرف ما قلت رقم الاستثناء. انا ما اعرف يستاهل استثناء. يستاهل يستاهل يعني. انا قلت في رقم. طيب. انا قلت رقم. كلموا الماليه شباب يخصمون من راتب علي وخالد 500 500. ويحاولون حق محمد. يستاهل مره. يلا اعطوني متصل جديد. اعطوني متصل. يلا محمد السلام عليكم. محمد. الو محمد. محمد. محمد انت اخر متصل. لا لا مو باخر. الله يطول بعمرك. شوي جاوب. 15 يعني. متصل. كم؟ 15. والله انا الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. احييك. انا على بالي محمد اللي قبلي. سوري يعني. ما اسمعك. عل صوتك شوي محمد. موجود موجود وياكم. شباب ارفعوا لنا الصوت في الاستديو شويه داخل الجاليري هنا. موجود وياكم. موجود. حياك الله يا محمد. الله يحييك يا رب. عساك عساك بخير. ايه بخير دامك. سؤالك بخير. الاول والثاني والثالث عند خالد الحمادي. حاضر يا محمد. عشان تفوز. الاجابات الصح كلها عندي بس انت اهم شيء خليك واثق. يبقى قابلني اذا فزت. انت واثق من معلوماتي؟ والله واثق فيكم انتوا الثلاثه. لا لا اختار واحد الحين. انا اقول لك عن نفسي. اختار واحد من الثلاثة. انا ما اكلمك عنهم. انا اتكلم عن نفسي. واثق في معلوماتي ولا؟ اي نعم. انت واثق في خالد؟ بتروح بعيد عيل ان شاء الله. طيب اسالي سؤال. اسالي سؤال واحد. اسالني اي سؤال في الرياضة. قل لعيالك اللي هم البراءة واثقين فيك؟ لا. يلا تفضل. ربي يحفظك. الله يسلمك. اللهم امين. سؤالك كالتالي. خالد بسالك سؤال. نعم. ما شاء الله عيالك يتكلمون انجليزي ما شاء الله. ايه عيالي ما يتكلمون عربي. مشكله ثقافات. ايه انجليزي اسباني. ايه شيء فرنسي. ايه ما شاء الله. ايه لان ابوهم اسمه بوب. سؤالك يا محمد كالتالي. النادي الاسترالي الوحيد الذي توج بلقب دوري ابطال اسيا لكره القدم قبل 3 سنوات فازوا على الهلال 1-0 في الرياض تتذكر؟ اللي فاز على منو؟ اللي فاز على الهلال قبل 3 سنوات في نهائي دوري ابطال اسيا. فاز واختفى. نادي جديد 3 سنوات كان عمره. وسترن سيدني واندرز. ما شاء الله عليه معلوماته صحيحه محمد. فازوا 1-0 اعتقد. نعم صحيح. ترى انا قلت لك المعلومه محمد. ها اكيد يلا. اكيد سمعتها يعني عرفت تذكرت المباراه. زين منو اللي سجل الهدف؟ اللي سجل الهدف والله ما اتذكر. خالد الحمادي. والنعم. لا كابتن علي العليلي. بس هذا هو. ها كابتن علي العليلي. هذا علي العليلي خسران 13-0 قول ما ياب. لا تقول لي ان علي العليلي واحد من اللي دربك. لا لا بس كابتن علي غني عن التعريف. لا دربك في كرة القدم؟ تقدر تقول. اذا دربك في كرة القدم تسبح ورجع تعال كمل. انا ما انصحك. ودربك بارك الله فيك امسح افكاره. لا لا دور لك لعبه ثانيه غير الكره. انت منو قال لك انا ادربهم كوره انا؟ ها لا لا كفايه هجن وهاجن. نادي الزيد. نادي الزيد بعد. انا ما اسمع. في نادي الزيد تقول لي ها؟ اقول لك من مؤسسين نادي الزيد كابتن علي معروف بعد. لا لا وين مؤسسين؟ النادي من 1980 وانا مواليد 91. انا دائما اقول لهم محمد اني انا اصغر واحد في البرنامج ما حد يصدقني ما اعرف ليش. محمد. نعم. انت لعبت ضد علي ولا دربك علي؟ سؤال. دربني علي. دربك علي يعني انت من الذيد صح؟ لا 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 الحين ما عرفت. طيب ما علي انت من الذيد صحيح؟ لا لا من الشارجه. من الشارجه ونعم. انزين شو تدريب علي؟ عارف يدرب ولا لا؟ ما يعرف صراحه. ما شاء الله عليه واحد. طيب. على واحد. طيب صراحه ما شاء الله عليه البارحه خسران 13-1 ما شاء الله عادي. عليه الصراحه عادي. سوني ولا كوره؟ لا لا بسك وصلت بلاي ستيشن. لا يعني صدق اذا 13-1 خلي يغير الكوره. طلعت الغلطه من الكوره الحين. اقول لك محمد هو بين وبين نوعيه الكوره احنا ما كنا متعودين عليها. اول الارض الكوره كانت صغيره صالات يعني كم مقاس كم ثلاثه. شوف محمد انا اخر شيء بقول لك اياه وهاي نصيحه لوجه الله انت وربعك اللي كان يدربكم علي توبوا من هذا الذنب. يا يا رمضان ترى وانتم في رمضان. سؤالك محمد اللي دربكم اياه عرفته. سؤال الثاني. سؤال الثاني عرفته. سؤالك الثاني محمد يقول حسم فريق الشارقه لكره اليد بطوله الدوري هذا الموسم قبل النهايه بجوله واحده بجولتين
انا متاكد اقول لك بجوله انت خليها كمل معلومتي اللي اعطيها. لا جولتين بما انك انت مدحتني يعني جزاك الله خير. اي مدحك يا نعم وانا لازم اساعدك بجولتين. لا لا جوله لان بس والله ما يصير صراحه محمد جولتين يدربك الريال وتجلده ما يصير يا اخي. جولتين شكلك كنت احتياط عنده. جولتين متاكد محمد؟ اي نعم عطوه جولتين ثبتوا له جولتين محمد جولتين هي الاجابه. محمد شو مركزك انت في الملعب شو تلعب؟ جناح يمين. ها؟ جناح يمين. جناح يمين؟ اي نعم. علي منو اللاعب تعرفه ولا ما تعرفه؟ ما يعرف ما خلوا الرياض. انا اتوقع علي كان يسوي لكم نفس ساك الممثل المصري زكريا تجيبوا له اكل في الملعب. صح انا يلعبون اساس مراكز. اي دربكم كم مباراه لعبتوا وياه؟ تقريبا 9. زين شغلوني اداري عندكم يا اخي ريال طيب. انا ما يحتاج شغلك اداري يمكن حصل وظيفه. تشرف والله. شو تبغى تخسر بال 20 وال 30 يا ريت شغال عقارات. تشرف نتشرف والله. ها نتشرف اقول لك كابتن. يا اخوي انت لاعب ولا رئيس مجلس اداره؟ ما شاء الله تعرف كل حد. محمد مستمر في السؤال الثالث؟ اي نعم. سؤالك الثالث بيكون صورة. أنا بوصل لك الجائزة. شوف الصورة. يلا شوف الصورة. بيت؟ بيت. يلا شوف. بنت. رقم ثلاثة. ثلاثة. شوف عيون رونالدو. أو ثلاثة. رقم ثلاثة. شوف شوف. ركز على ظل الكرة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. إن شاء الله بتفوز إن شاء الله. عيد تجلدني يا لا. لا رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. متأكد. رقم واحد. كيف يعني شوت رونالدو الكرة هناك رقم واحد واضحة. واحد اثنين او ثلاثة. شو تقول يا محمد؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. اصبر يا ابن الحلال اصبر يا محمد. عندك 15 ثانية باقي 10 ثواني. تجريدني عيلة. باقي 5 ثواني شو تقول؟ رقم ثلاثة توكل على الله. رقم ثلاثة. دام قال كلمة توكل على الله توكل على الله خلاص رقم ثلاثة. يلا ثلاثة نشوف. واحد صراحة. واحد الصح. يعطيك العافية. تجلدني عيال. أنا قلت واحد. شو السالفة كانت وين؟ شو السالفة كانت؟ محمد. نعم وياك. أستاهل فرصة أستاهل أنا. ما علي بعزمك محمد ما علي. أقول لك. أستاهل. خذ بقى. لا لا. أقول لك أنا أقول لك شيء. أنا بقول لك شيء. علشان علي العليلي وخساره البارحه 13-1 بنعطيك سؤال رابع. جزاك الله خير. اعطوه سؤال رابع. سؤالك ب 1000 درهم بترجع لل 1000 ها؟ ما يستوي ما يستوي. اذا جاوبت بترجع لل 1000. ما يستوي اخ ابراهيم. ماشي اوامر يا اثنين من المدير العام. القوانين يا اخي براج. اعطوه سؤال. المدير بيزعل. يستاهل. يلا 45 استثناء. انا بعطيك السؤال. اخر مكالمه اسم المهر المتوج بكاس دبي العالمي لعام 2021. المهر في العرس المهر. المهر هو واحد منهم. الله يهديك يا خالد. انت بعد الحين زين اني حاضر انا وقادر. اوكي لا لا جزاك الله. تعال على طاري المهر في العرس كم دفعت مهر في عرسك؟ انا يعني تعرف انا من الناس اللي اشجع الزواج بدون يعني مهر وشيء. يعني شوف بالاخر 20000 كم؟ يعني كان يعني شيء بسيط كم يعني؟ شيء بسيط يعني. الشرع يقول 20000 كم؟ شيء بسيط يعني 200000 قران 200000 الله الله يعينك يا ام طلال والله. يعني لا مهر وخالد الحمادي الله يعينك. هم 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 قالوا تعرف شو احنا ما ناخذ هذا نشتري الريايل نشتري الريايل والنعم. والله ولا صراحه الله يعينك يا ام طلال الجنه ان شاء الله الجنه الجنه. الله كريم الله كريم الله كريم. زين محمد الحمام اللي تاخر عليك كاس دبي العالمي المتوج فيه خيارات شيء ولا ما شيء؟ شيء انت وصلت لجوجل وبعد تسال اختيارات ما يستوي. لا 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 والله وين المهر وش السالفه؟ انا رشحت بالكاس هذا مستك رشحنا من التليفون جايد مستك جايد هذا المهر المهر ها مش المهر اللي ما عقب ما طاف الخط. جولدفين يتوج صح؟ جودلفين لا تابع لجودلفين هذا الاسطبل. ايه 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 اللي توج بشعار جورج دلفن بكاس ايه نعم. طيب مستك جايد ثندر سنو تيك جايد. انا اقول ثندر سنو ومتاكد. لا تعرف ليش؟ مستك جايد هو اللي توج قبل 3 اسابيع بالضبط كان بعد. طيب صح انا ما اسمع شو يقول. صح
ثبت له. ورانا فطور، ورانا فطور. محمد ما قصرت، يعطيك الصحة والعافية. عطوا سؤال، لا لا بعد عطوا عطوا خالد. لا لا نبغي نبغي نكتة نكتة. على على طاري على طاري المهر، يعني جزاك الله خير، يعني يوم ما دفعت مهر وايد، ولازم تنصح الشباب انه ما يدفعون وايد. يعني ما يصير تدفع مهر كثير، يعني تكون غدوة يكون عندك خالد. بس اقول لك اذا اذا كنت مثل الزعابي يعني 100 و200 الف حتى لا تجوال تدفع. حياكم الله، الله يحفظكم. زعابي كم دافع مهر؟ انا؟ والله غرموني قولوا.